في المديرية العامة للأمن الوطني اليوم بالذكرى 67 لتأسيسها، وهو تاريخ يستحضر فيه الماضي الشامخ لهذه المؤسسة وتضحياتها وأوجب تطور الشرطة المغربية في كنف العناية المولوية السامية. وإنه اعتزاز كبير وسرور عميق أن أتوجه إليكم في مستهل كلمتي هذه مرحبا بكم بهذه البناية الأمنية الجديدة المخصصة للفرقة المتنقلة لحفظ النظام، والتي عززت البنية التحتية الأمنية بمدينة سقاط بداية هذه السنة مشكلة احتياطا أمنيا تتم الاستعانة به خلال الأعمال النظامية. فشكرا على تلبية الدعوة ومشاركتكم لنا في تخليد هذه الذكرى الغالية. أيها الحضور الكريم، نلتقي اليوم ويتجدد اللقاء بعد غياب فرضته جائحة كورونا كوفيد 19 للاحتفال بهذه الذكرى المجيدة التي تخلد لسنوات من البذل والعطاء والتضحيات. لقد عرفت ولاية أمن سقاط هذه السنة إحداث فرقة لمحاربة العصابات مكونة من شرطيين لا يتجاوز معدل أعمارهم 24 سنة، يستفيدون من دورات تكوينية حول المهنة الشرطية وحقوق الإنسان وتدريب رياضية تساعدهم على أداء مهامهم على الوجه المطلوب، مدعومين بسيارات نفعية جديدة حيث أبلغوا البلاء الحسن في محاربة الجريمة بشتى أنواعها على مستوى أقاليم سقاط، برشيد وبن سليمان. أيها الحضور الكريم، تحقيقا لمبدأ الأمن للجميع وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، فإن ولاية أمن سقاط اعتمدت استراتيجية متكاملة وشاملة تقوم على تبني المقاربة التفاعلية والتشاركية والاجتماعية في تدبير الشأن الأمني، وذلك من خلال وضع مخططات وبرامج تتوخى منها تفعيل سياسة القرب التي تنهجها بالانفتاح والتعاون والتفاعل الإيجابي مع محيطها، ترسيخا لجو الثقة المتبادلة بين الشرطي والمواطن، إضافة إلى تقوية العمليات الأمنية وصجر مختلف ظواهر الانحراف والجنوح بدعم التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة بجميع المجالات الترابية لهذه الولاية الأمنية. عملت المديرية العامة للأمن الوطني على وضع وحدات متنقلة بصفة دائمة رهن إشارة ولاية أمن سقاط لتعميم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على ساكنة مجموعة من الجماعات الترابية بدائرة بروج بإقليم سقاط، استفاد منها 2751 مواطن ومواطنة ضمانا لسلامة جميع مستعملي الفضاء الطرقي بجميع أصنافهم. حرصت ولاية أمن سقاط إنجاز دراسة شاملة للشبكة الطرقية بالمدينة وعلامة التشروع الأفقي والعمودي واقتراح عمليات تحسيسية وتوعوية طيلة السنة أملا في التخفيف من حوادث السير الخطيرة والمميتة وتعزيز للدور الوقائي الذي تقوم به المصالح التابعة لولاية أمن سقاط. فقد تم تنصيب صف قضائي ثاني بالمدخل الجنوبي للمدينة دعما لعمليات المراقبة الدائمة التي تروم توفير الأمن على مدار الساعة بالمنطقة الجنوبية التي تعرف تواجد وحدات صناعية مهمة، حيث كانت الحصيلة جد شريفة ومشجعة. تواصل ولاية أمن سقاط إنجاز المشاريع التالية: بناء مقر جديد للدائرة الأمنية الرابعة الكائن بموحدة مقر ولاية أمن، إحداث مقر لمصلحة مداومة الثانية في المدينة، إحداث مقر لمصلحة حوادث سير الثانية، العمل على إخراج مشروع دائرة سادسة للشرطة لحيز الوجود لتخفيف الضغط على باقي دوائر الشرطة بمدينة سقاط، وتمكين شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من خدمات أمنية قريبة، إنهاء الإجراءات الإدارية من أجل بناء مقر جديد لمفوضة الشرطة بن حمد. أيها الحضور الكريم، ولتمكين أسرة الأمن الوطني من العمل في ظروف تتناسب والمهام النبيلة والجسيمة الملقاة على عاتقها، فقد عملت مديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز ولاية الأمن بمركز صحي يتكون من وحدات الطب العام والطب النفسي وطب الأسنان، يوفر تجهيزات طبية حديثة تقدم خدمات لفائدة موظفي الأمن الوطني الممارسين والمتقاعدين وذوي حقوقهم وأرام وأيتام الأمن الوطني، حيث يستفيدون بصفة مجانية من الأدوية خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة. كما تم تعزيز هذا المركز بسيارة لنقل الأموات بمواصفات متطورة. نتوجه إلى الحضور الكريم بخالص الشكر وصادق المتمنيات، وكل عام أسرة الأمن الوطني بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.